ودابا مع خوتنا الفلاح نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الفلاح. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على زراعة الفريز، خاصة التخزين والنقل وحتى التصوير. القرض الفلاحي للمغرب كيسهلها عليكم. بفضل تطبيق حسابي القرض الفلاحي للمغرب يمكن لكم تفتحوا حسابكم عن بعد وتسجلوا في مجموعة ديال الخدمات اللي كتناسب كل واحد فيكم. حسابي كيمكنكم تتعاملوا مع البنك ديالكم بسهولة بسرعة وبكل أمان. ما تسنوش بزاف، تليشارجيو تطبيق حسابي واستفدوا من مجموعة من المزايا وعروض تخفيضية. المزيد من المعلومات دخلوا الموقع www.creditagricole.ma. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. اخواتي الفلاحه، كتبدا عمليه جني توت الارض من اوائل شهر نوفمبر، والشتائل ديال الجذور المقطعه اللي كتستمر الى اوائل شهر يوليوز. واثناء مرحله الانتاج اي في دوره الانتاج يتم جني المحصول مره كل 3 ايام او 10 ديال الايام في الشهر، وكيتم فرز المنتوج والتعليب ديالو في عين المكان لتجنب كثرة التنقل والتداول الثمار وبصفة عامة ومباشرة بعد الجني. خلال 3 ديال الأيام يتم معالجات وقائية بغرض احترام أجال ما قبل الجني بالنسبة لعملية الجني الموالية. عموما كيحتاج جني هكتار واحد من توت الأرض إلى 10 ديال العمال الزراعيين، وإذا كانت الأمطار تعيق عملية الجني فإن البيوت البلاستيكية الكبيرة كيمنعها ذلك من استمرار تزويدها للسوق الوطنية والأوروبية بشكل منتظم. ويمكن إجمال أهم العمليات المرتبطة بعملية الجني في النقاط التالية: إدارة مواعيد الجني وفقا لأحوال الطقس المتغيرة باستمرار، وهي عامل مهم في جودة الثمار. فمثال في الأيام الدافئة يمكن الجني كل 2 أو 3 ديال الأيام في الظروف المناخية الباردة، ويمكن الجني مرة واحدة في الأسبوع خلال ذروة الجني شهر مارس. ومن الواجب على الفلاح أنه يوفر ما يكفي من اليد العاملة والوسائل اللوجستيكية لضمان إنتاج مرتفع بجودة عالية. وكتعتبر المسألة ديال تنقية وتنظيف الحقل من كل ثمرة زائد النضج أو فساده أنه غير قابل للتسويق، وهنا كتبقى من أهم العمليات أثناء عملية الجني، وهي العملية ديال الفرز ديال الثمار الناضجة أو الفاسدة باش نوجهه المزيانة منها للتسويق. خوتي خواتاتي الفلاحة، حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات، خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة، كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.